في البداية خالص عزائنا لأسر 32 ضحية سقطوا النهاردة وماتوا بسبب تصادم قطاري سوهاج. عندنا 108 مصاب حتى هذه اللحظة، واعتقد ان كده الارقام في دلالتها النهائية، ودي اللي اكدوه الوزراء في المؤتمر الصحفي اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي. ان يقع حادث فيجب ان يكون هناك تحقيقا، انه عندما سنعرف من هو المتهم سيتم عقابه، لكن هل تنتهي القضية بمجرد معرفة من المتسبب وعقابه، أم أن تبدأ الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات؟ لماذا وقع هذا الحادث حتى لا يتم تكراره؟ سمعنا كلاما كثيرا طوال سنوات من مرفق سكك حديد مصر مخربق، وده اللي أكده النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي، بس قال أن صعوبة هذا المرفق أنه وانت بتعمل التطوير لا تستطيع أن توقف استخدام هذا المرفق. في أسئلة كتيرة جدا محتاجين نطرحها النهاردة في المصر فندي، أسئلة بتدور في ذهن حضرتك وحضرتها وتحتاج أيضا إجابة. كيف نمنع مثل هذه الحوادث؟ ده السؤال اللي بنسأله دايما والناس بتسأله عقب كل حادث، هي ليه بتقع؟ رغم ان احنا مفروض طورنا، جبنا سيمافورات أوتوماتيكية، ومفروض جرى تدريب العنصر البشري، وجرى شراء قاطرات حديثة، فلماذا وقع الحادث؟ النهاردة في النائب العام انتقل، الحكومة تقريبا كلها يعني بما ضمت من الوزراء المختصين راحت، رئيس وزراء، خمس وزراء كانوا معه. عايز أشير هنا إلى أن التحرك السريع للحكومة المصرية وإصدار بيانات فورية عقب الحادث جعل البيان الرسمي هو البيان الوحيد اللي بيتم التعامل معه. القاعدة علمتنا قبل كده لما الحكومة تتراجع ببياناتها الرأي العام بيتوه، فبيلجأ إلى المنصات الدولية ويبدأ يطلع بياناته. النهاردة ليه ما سمعناش ان في 50 قتيل، 80 قتيل، 300 مصاب؟ لان الحكومة كانت حاضرة. يبقى الدرس الاول اللي علينا نعرفه جميعا كمسؤولين، الحكومة تروح فورا تنتقل الى موقع الحادث وتتابع وتشوف وتطلع البيانات اول باول وبالارقام الحقيقية السليمة. النهاردة انا اثق في بيانات الحكومة، راحوا فورا تابعوا وشافوا ثم تتالت البيانات، الأجهزة المعنية كلها كانت هناك، كافة الوزراء المعنيين، رئيس الوزراء لم يدر الأزمة من مقره في مجلس الوزراء بقصر العيني، بل راح النائب العام، راح ما بعتش فريق للتشكيل. طبعا وراء هذا الزخم ضغط رئاسي لأن رئيس الجمهورية اهتم بالحادث فور ظهوره. أنا يفرق معايا دايما كيف تتعامل الدولة المصرية والحكومة والمسؤولين مع مثل هذه الحوادث. هنقعد نحكي والتحقيقات هتبين لنا مين وليه، لأن هذه الحادثة ليست الأولى وأكيد لن تكون الأخيرة لأن فيها جزء بشري، ولكن أنا عاوز الحكومة، حكومة بلدي، تتعامل بهذا المنطق. لا يوجد ابطاء في اصدار البيان، زي امبارح في حادثة جنوح السفينة في قناة السويس، يا مؤمن ما طلعش اول بيان من هيئة قناة السويس الا بعدها ب 24 ساعة. خلاص كل وسائل الاعلام العالمية ادلت بدلوها، واللي عاوز يشكك في كفاءة المرشدين يقول، واللي عايز يتكلم على التفريعة الجديدة لقناة السويس وما بقاش لها لازمة يقول. ليه؟ لانك تركت فراغ. النهاردة المواطن بيبقى قاعد، انا قاعد قدام اكسترا نيوز بتابع المواقع الدولية بس الارقام كلها متطابقة. ليه؟ لان البيان الرسمي كان حاضرا. لماذا وقعت الحادثة؟ تعالوا نشوف اول جزء في حلقتنا النهاردة
من جزء من كلمة دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لأنه بصراحة يعني سواء كان يدري أو لا يدري أوجز لك المشكلة في الأربع دقايق دي. الحقيقة هذا المرفق، وخلينا أتكلم بمنتهى الأمانة، مرفق ده شهد عقود من الإهمال وعدم التطوير والصيانة للدرجة اللي هو وصلت فيه إلى حالة من التقادم والخطورة الشديدة. احنا عندنا آلاف من الخطوط، آلاف الكيلومترات من الخطوط، عندما كانت أنظمة تحكم وإدارة بتعتمد في الأساس على العامل اليدوي والعامل البشري في العمل، سيارات وعربات وقطارات سكك حديد، عربيات قديمة متهالكة انتهى عمرها الافتراضي بالفعل من عدد كبير من السنوات. ده كان الموقف اللي احنا كدولة يعني واجهناه وقت ما بدأنا نشتغل على هذا المرفق المهم جدا اللي بيخدم يوميا ملايين المصريين. هذا هو الحال اللي موجود عليه واللي بدأت فيه الدولة من حوالي 4 سنوات عملية التطوير. وعملية التطوير هنا عشان نقول لحضراتكم احنا رصدين مئات المليارات، وبالفعل انفق مليارات كثيرة جدا على عملية التطوير، ولكن مازال واحنا عارفين احنا لسه قدامنا المسار، لسه قدامنا فترة عشان نقدر ان احنا نخلص وننهي ونكمل كل الاعمال المطلوبة لتطوير هذا المرفق. وانا هنا بتكلم على حجم التعقيد، ان احنا بنشتغل في مرفق بنحاول نطوره وبنحوله للآتي عشان حضراتكم تبقوا عارفين: نحدث الخطوط بالكامل، نطور المزلقانات ونبقى نحولها الى مزلقانات الكترونيه بدل ما هي كانت مزلقانات يدويه، بنطور نظم التحكم اللي هي كانت نظم يدويه او ميكانيكيه عتيقه الى نظم كهربائيه ونظم الكترونيه، لكن الحجم ده هائل من العمل. عندنا عشرات الالاف من غرف التحكم، الاف الكيلومترات، عندنا النهارده اسطول جديد من السكك الحديد اللي احنا بنشتريه والدوله تعاقدت عليه بعشرات المليارات وبيتورط كل هذه الفترة، ولكن الموضوع كله النهاردة ما بقتش مشكلة التمويل بقدر ما هي مشكلة الوقت اللي احنا عايزينه علشان ننهي عملية تطوير هذا المرفق. المشكلة والتحدي الحقيقي ان احنا بنعمل عملية التطوير والمرفق شغال، لان كان وارد ان احنا ناخد يعني ما نقدرش ان احنا ناخد قرار بايقاف هذا المرفق اللي ملايين المصريين بيتحركوا عليه يوميا علشان اعمل عمليات التطوير. فالنهاردة عشرات الالوف من الرحلات بتحصل يوميا، ملايين المصريين بينتقلوا عليه يوميا. المشكلة الحقيقية طبعا ان لسه مع عملية التطوير وان مازال هناك عنصر بشري بيبقى موجود، بيبقى وارد مشكلة الخطأ، وهي دي المشكلة يمكن اللي احنا بتواجهنا النهاردة والتحدي الكبير، ان احنا بنطور وفي نفس الوقت مضطرين ان احنا نترك او نخلي المنظومة لازم تشتغل لانها بتخدم ملايين المصريين. فبنحاول بقدر الامكان نسرع الخطى بعملية التطوير. الدولة رصد ليها كل الموارد المالية اللي موجودة، متعاقدين مع شركات عالمية وشركات محلية عشان تعمل عملية التطوير. طبعا جائحة كورونا لما جت أخرت بعض أعمال التطوير من الخارج، أعمال كانت معدات ومهمات كانت تيجي، ومع ذلك ضغطين على كل هذه الشركات علشان نرجع تاني ونعوض تاني موعدنا اللي احنا كنا كلنا متفقين عليها في عملية التطوير. وبالتالي النهاردة اللي انا بقوله للشعب المصري كله، كلنا طبعا في ألم شديد لهذا الحادث، ولكن ما عندناش سبيل كدولة وكحكومة وكأجهزة في كل الدولة غير ان احنا نطور هذا المرفق. اهم شيء الدولة حاطة كل مواردها وبتحشد كل امكانياتها عشان تطوره، ولكن الموضوع بياخد وقت. واحنا طول ما احنا ماشيين في عملية التطوير مع عشرات الاف الرحلات اللي بتحصل وملايين البشر اللي بينتقلوا، للأسف احنا تحت تحدي ان من الوارد ان تحصل بعض الحوادث اللي مثل هذا الحادث الأليم النهاردة. لا سبيل قدامنا غير ان احنا نركز اكتر ونسرع اكتر عملية التطوير ان شاء الله في المرحلة القادمة، عشان بقدر الامكان نحيد العنصر البشري في عملية الإدارة والتحكم في هذه المنظومة، عشان يبقى عندنا أكبر درجة من الأمان في حركة هذا المرفق المهم. دكتور مصطفى مدبولي بيحكي لك، بيعمل لك إطلالة سريعة على اللي موجود في هذا المرفق، المشاكل، الحكومة رصدت له عشرات المليارات أو مئات المليارات، لكن التحديث مستمر. طيب،